مشان نأمنكم الأمان إن شاء الله. تقدمنا اليوم عن طريق محور باغي وسيطرنا وقمنا بالسيطرة على قرية باغي من عصابات البي كي كي والبي واي دي الإرهابي. وبعد سيطرتنا على هذه القرية تقدمنا منها باتجاه قرية باصوفان. هذه القرية التي حصنتها عصابات البي كي كي بأبراج من إسمنت المسلح، والحمد لله تم السيطرة عليها بشكل كامل. ومن محور آخر تقدم الثوار على قرية كفر نابو، وهم الآن يتقدمون باتجاه قرية برج حيدر.